الأبد هو الآن، أول معرض فني معاصر بيجمع أعمال لفنانين مصريين وعالميين بأهرامات الجيزة منذ أكثر من 4500 عام. المعرض بدأ من 21 أكتوبر 2021 ومستمر لحد 7 نوفمبر، ويعد المعرض السنوي الرابع لمؤسسة Art the Egypt تحت رعاية وزارة السياحة والأثار ووزارة الخارجية المصرية ومنظمة الأمم المتحدة. المعرض لوحة فنية مبهرة بتمزج بين الحضارة المصرية العريقة والفن الحديث المعاصر، وبيتضمن المعرض أعمال فنية مركبة ومنحوتات بتعتمد على رؤية الأهرامات باعتبارها جزء منها، وهو أول حدث من نوعه في موقع اليونسكو التراثي. وبيستضيف المعرض 10 أعمال عالمية لفنانين منهم جي آر، معتز نصر، شيرين جرجس والأمير سلطان بن فهد. ومن بين الأعمال المعروضة منحوتة بعنوان معاً، مصنوعة من الفولاذ وعبارة عن يدان تلمسان بعضهم البعض، تقدر تشوف أهرامات الجيزة الثلاثة من خلالهم. وفي منطقة تانية عرض الفنان المصري معتز نصر عشرات المجاديف الخشبية المتقطعة اللي بتشكل هيكل بيشبه القارب الشمسي القديم بطول 14 متر تحت عنوان البرزخ، لأنه بيمثل الانتقال بين عالمين مختلفين كالحياة والموت. أما عن مشاركة الفنانة شيرين جرجس فقدمت عمل فني بعنوان لقد عدت هنا، فهو نصب تذكاري تكريماً للمرأة المصرية على مر العصور اللي ساهمت في تشكيل الحضارة المصرية العريقة. شكل التمثال مستوحى من سيستروم القديمة، وهي آلة موسيقية مقدسة استخدمها كاهنات إيزيس أثناء طقوس الشفاء. ويحمل التمثال أجزاء من قصيدة للشاعرة المصرية دورية شفيق، وتم ربط العمل الفني برائحة زيت الياسمين المستخرج من المزارع المصرية المحلية، فكانت النساء تحصد الأزهار، وبكده كأنك بترجع بالصوت والصورة والرائحة لطقوس نفس المكان من قرون وقرون. وبيشارك فنان الشارع العالمي جي آر بلوحة من أجمل اللوحات في المعرض، واللي بيدمج فيها الصور بالأماكن ونفذها قبل كده في ضواحي باريس والبرازيل وشوارع نيويورك. والجميل إنه تم حماية الأرض اللي قام عليها المعرض بطبقة من الرمال والقماش المشمع عشان ما تأثرش بالسلب على المعروضات. معرض الأبد هو الآن حدث عالمي بيقدم رحلة استكشاف الزمن بين الحضارات، وبيمزج بين عراقة الماضي والفن المعاصر الحديث.